لكن خليني انقل لحضراتكم بقى لموسيماني اللاعب اللي ناس كتيره جدا ما تعرفوش. هو يمكن في المؤتمر الصحفي بعد اعلان التعاقد معايا ساره كان بيتكلم انه مش غريب على الكره المصريه ومش غريب على الاهلي، وانه لعب كمان قدام لعيبه مصريين في الدوري اليوناني. النهارده بنقدم لحضراتكم موسيماني اللاعب، او بمعنى اصح موسيماني المهاجم او راس الحربه، وده واحده من مراحل طبعا المهمه جدا في مشوار موسيماني الاحترافي. اعتقد انه احترف في اليونان فتره يمكن 6 أو 7 مواسم تالق فيها بشكل كبير جدا، وهو لو خس الحقيقه مرشح انه يكون مهاجم من عيار الثقيل، لانه بعض اللقطات اللي هنعرضها لحضراتكم دلوقتي بتقول انه الراجل عنده كوره كلاعب طبعا، كان يعني عنده كوره حلوه جدا وكان مهاجم متميز وبيتمتع بقدم يسرى من العيار الثقيل. هم دايما اللعيبه اللي بتلعب رجلها الشمال دايما ما تعرفش ليه يعني دايما اغلبهم يعني بيطلق دانات مدفع كده. ده موسيماني جوه الملعب طبعا. لما كنا بنشوف ردود الافعال في جنوب افريقيا يا احمد الفتره اللي فاتت كانوا بيقولوا انه طول عمره مغامر وطول عمره جريء ومن اوائل الناس اللي احترفت في اليونان الحقيقه من البلد، وان هم مش مستغربين الحقيقه فكره التعاقد مع النادي الاهلي، وان هو هيأدي اداء كبير قوي زي ما كان محترف في اليونان. انت عاجبك قوي اللقطه دي؟ لا انا عاجبني في جون اللي جاي، الجون اللي جاي في اللقطه اللي بعد دي جون يعني في مهارة كبيرة جدا، بيعدي من واحد وبيعدي من التاني وبعدين بيرقص. مهاجم يعني مهاجم لو خس شوية ها لو خس شوية بالظبط كده. لكن الحقيقة كمان عنده يعني سيبك من الناحية الفنية كمان تحسي انه تعرف انت تجيب جون زي ده؟ انت بتلعب كوره كل اسبوع. نشوف بقى يوم الاربعاء اللي جاي يوم الاربعاء في اطار الاستعداد لمواجهه الوداد المغربي احنا كمان بنستعد.